عقدت جامعة البصرة وبالتنسيق مع ديوان المحافظة ومديرية زراعة البصرة اجتماعا لمناقشة خطة تشجير الشوارع والساحات وتجميل المدينة ضمن مشاريع بطولة خليج 25. حقيقة استعدادا لإقامة حدث مهم كبير جدا ليس فقط على العراق البصرة وإنما على كل منطقة، ألا وهو إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة مطلع عام 2023 القادم. وبما أن جامعة البصرة هي الحقيقة مخرجاتها هي نتاجات البحث العلمي، أي هي ليست جهة تنفيذية وإنما يمكن أن تسهم وتدعم الحكومة المحلية المعنية بإقامة هذا النشاط، تدعمه بالأفكار، وبالتالي ممكن أن تكون جامعة البصرة كاستشاري أو إشراف أو متابعة للمشاريع. والمهم جدا اليوم ندوتنا التي تقام برعاية السيد رئيس جامعة البصرة المحترم هو حول نشاط أو جزء أو قاطع التشجير أو التزيين التجميلي فيما يخص بطولة خليجي 25. مقترحنا هو إحالة هذه المشاريع إلى شركات تخصص عالمية بعد. أولاً إحنا ما راح نزرع، إحنا راح نجيب، يعني تعرف حضرتك نجيب أكثر الأشجار هي جاهزة، لأنه اللي راح يشجر يعني مطلوب من عنده مواصفات حتى إحنا لا نتلكى، لأنه ما راح يكون أكو مباشرة جهد حكومي مباشر، لأنه بصراحة الجهد الحكومي دائما يصير عنده تلكؤات لأسباب كثيرة حتى ما يتحمل مسؤولية، فصار القرار أنه تحال إلى شركات وهذه الشركات هي الأعمال الزراعة والصيانة. وهي مبادرة إن شاء الله من قبل رئاسة الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مديرية زراعة البصرة بزيادة المساحات الخضراء وإظهار البصرة بالشكل اللائق أمام الوفود، ونحن مقبلين على حدث تاريخي هو إقامة خليجي 25. إحنا نعتبر كجهة ساندة وداعمة لعمل رئاسة الجامعة، عندنا كوادر ميدانية فنية متخصصة بهذا الجانب، ما أن يطلب من عندنا أن نوفر يعني العمالة أو العمال أو الكوادر لأي عمل زراعي إن شاء الله إحنا حاضرين، أبدينا استعدادنا بالتعاون معهم. إحنا كمديرية زراعة البصرة عندنا خطة مفردة بتقريبا 11 مقترح سترفع إلى ديوان محافظة البصرة، يعني هو بقت اللجنة المنظمة هي تختار ما يمكن أن يرونها مناسبا لتنفيذها على أرض الواقع. تعرف البصرة اليوم إحنا يعني رغم كل الجهود الموجودة يعني نثمن حقيقة الجهود الكبيرة للإدارة المحلية باستقطاب هذا المحفل الكبير الكروي الذي غاب عن محافظة البصرة أكثر من 43 سنة. علينا أن يعني مثل ما ذكرت نتحمل مسؤوليتنا أمام هذا الحدث الكبير، إضافة إلى سيكون هناك نتائج إيجابية ما بعد إقامة هذا المحفل إن شاء الله.